حوارين السمنه في ثلاثة ممكن يشتغلوا معاه، الدكتور باطني، في جراح تجميل، وفي جراح جراحه عامه. في جميع الاحوال لازم يمر بالريجيم. امتى تجميل؟ لو في دهون متكتله في مكان واحد بس، يبقى هنا يعمل شفط دهون. ولو في ترحل بيعمل عمليه اسمها تابي تاك، ولو ادي الحاجات دي تتعمل بواسطه استاذ جراح التجميل، مش اي مراكز من الوهميه اللي بنسمع عنها.